أنا يوسف شتوان، مدينة تطوان. تعرضت لواحد القضية، شريت واحد السيارة أون أوكازيون من شي دراري من هاد ديال جامعة بنقريش، هو موكل بها مالك الأصلي بني حسن. شريتها منه، عمل معايا العقد الالتزام، عايز يسحب الورق الرمادية الأصلية، غيقلب معايا الورق. تعطل عليا، لما تعطل عليا مشيت أنا مركز كرواخي في تطوان، كان جبر أنا السيارة ما عندهاش الملف تما. لما عطاوني بحثوا فيها، جبرت الرقم التصل، الإطار الحديدي كيتخدم في سيارة أخرى. دابا كنطالب السلطات يقوموا بالواجب ديالو. دابا انا كنتسائل هنايا، كنشوف واش كاين شي عصابه التزوير هنايا، اش كيقوموا بالنصب على عباد الله ولا كيفاش. كنتسائل، كنطالب السلطات المحليه تقوم بالواجب ديالها. والورق ها هما، الكرتونه ها هي الكرتونه، الورق الرماديه الكرتونه. ودابا كنتمنى السلطات المحليه تقوم بالواجب ديالها.